والله هو بالنسبة لأضعف الإيمان أقل ما يمكن إنسان يقوم بالشر أن تكون له ختمة واحدة، وإذا ما قسمناها على الشهر هذه يكون جزء اللي هو جزء الأحزاب. إنسان مثلا خصوصا النساء مع المشاغل ديال البيت ومع الأولاد ومع الظروف، فإن شاء الله إذا اكتفت بحزبين في الصباح وحزب في المساء فستختم في آخر ليلة، ومن استطاع أكثر أن يختم ختمتان أو ثلاثة أو أربعة فهذا باب الفضائل ليس لها حص. نعم، هذا هو القول الراجح أنهم تقرأ القرآن. يعني تقدر المرأة وخا حائد تقرأ القرآن. مسألة لمسه يقول أن يكون بحائل، أن يكون بالمصحف تحمله بالهاتف تقرأه ولا حرج. طبعا هذا سبب مسوغ للفطر، لا ود، لأنه عندما ترد تكون في هذا من النفاس، فلا تصوم ولا تصلي حتى يعني تمر كذا ثم تقضي إن شاء الله. هي في حكم المريض، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.